السلام عليكم. اليوم نتكلم على البالانس شيت بالانجليزي، اللي هي الميزانيه العموميه. بشكل عام هي ورقه من الورق او مهمه جدا للشركه، لانه بتوضح لك ايش عندك، ايش لك وايش عليك. في معادله دائما الناس بتكلموا عليها، انا بقول كان هو كلمه الو، ALOE، وهي ما بيسكلي الاصول، الايل الاسيتس، ايش في عندك اسيتس مكتوب عندك في الكتاب، عندك مكاين، عندك كاش، عندك بضاعه جاهزه للبيع عفوا، وهكذا. هذه اصولك. في عليك ما يسمى لايبيليتيز، اللي هي المطلوب منك او عليك، ماخذ قرض، عندك فواتير ما دفعتها لسه، وهكذا. بضل عندك ما يسمى الاونرز ايكويتي، ايش ضل لك، اوكي؟ هذا سواء اسهم او سواء راس مال. فهذه المعادله دائما لازم تكون متساويه من الجهتين، اللي هي الاسيتس اللي هي الاصول، لازم دائما تساوي ايش عليك اللي هي اللايبيليتيز، وايش عندك الاونرز ايكويتي. فالاسيتس تساوي المتطلبات اللي عليك او الالتزامات لايبيليتيز زائد الاونرز ايكويتي، لازم يساووا الاسيتس. لو المعادله هاي مش متوازنه، في شيء غلط، في رقم مش محطوط بالمحل صح. فعندك في الكتاب في كم من ورقه توضح لك اياها، طبعا انا ببسط لك اياها، لانه بالعاده هذه الورقه بتكون ممكن صفحه صفحتين ثلاثه اربعه، انا بس بعطيك اياها شويه بسيطه، انه ايش عندك، ايش عليك، ايش ضل لك، بس عشان تفهم الموضوع. لما توصلك الورقة وفي إشي شكله مش صح، فمثلاً عندك الالتزامات عليك مثلاً مكتوب 10,000 ريال، لكن أنت تطلع من إيش 10,000 ريال هاي؟ بقول لك مثلاً معاشات العمال أو العمالة، تطلع تلاحظ لا إحنا دفعناها أوريدي، ليش موجودة لسه هون؟ طبعاً بيعتمد على إمتى أخذت الصورة هاي عن الشركة، لأنه ممكن دفعتها الشهر اللي فات والورقة هاي للشهر الجديد، فبدك تعرف التاريخ متى انصدرت وليش طلع المبلغ هذا، بتصير تعرف كيف تسأل أسئلة للمحاسب. هذه النقطة المهمة في هذا الموضوع. هذه الورقة تسمى البالانس شيت، وإن شاء الله أعطيكم دقيقتين تحاولوا تقرأوا اللي معاكم في الكتاب ونناقشها مع بعض. نرجع بعد دقيقتين، شكراً.